بشكل رسمي. هنا أريد أن أشير إلى أنه الطائرة تأكد أنها للرئيس سعد الحريري. الطائرة أقلعت مرتين، مرتين أي المرة الأولى التي أقلعت فيها لم تكن حائزة على إذن للوصول إلى تركيا إلى مطار أدنى، وبالتالي أي حال سنكون معك في حال ورود أي جديد لديك وفي حال وردت أي أخبار أخرى من مطار بيروت. شكرا لك على هذه الرسالة. ومنذ شيوع خبر الإفراج عن المخطوفين، إذن كما ذكرنا عمت الاحتفالات الضحية الجنوبية، والآن تنضم إلينا مباشرة من هناك الزميلة لارا الهاشم لموافتنا بالأجواء في الضاحية. لارا، كيف هي الأجواء من حولك وكيف جديت عند وصول عند وصول الأهالي لهون لدير العمل؟ شكرا لك يا زميلة لارا الهاشم. إطلاق الموقوفين حضر في كلمة الأمين العام لحزب الله سيد حسن نصر الله في العيد 12 للمقاومة والتحرير من بنت جبيل. أما سياسيا فأكد نصر الله أن معادلة الجيش والشعب والمقاومة هي التي تحمي البلاد، فيما حصر الأمن في الداخل والسلم الأهلي بالدولة والجيش اللبناني الذي نوه بدوره رافضا التعرض له ومؤيدا العودة إلى الحوار من دون شروط مسبقة. اي حدا بيقدر يستاجرها، اي استوديو انا بعتبره ذا التيميت ميكسنج روم، يعني اي حدا حتى عامل مش عنا بده يعمل لنا ميكس. اوكي، مش بس انت تكون عم تشتغل. اكزاكتلي، بيقدر يعمل الميكس. كنت عم نعمل كثير شغل من مصر من خليج من برا، بعدها مش اوفشلي بعد ما فتحناه، بس نحن صار كذا ايام عم نشتغل هون. من اهم التقنيات بالعالم الاستوديو الاكوستيك، عم يكتب شركه من بلجيكا، الشيف انجينير عنا بوليز زابيه اسكاباس من ساعات عايش بلبنان، وعنا فيري جود تيم سافيس لتشارلي تبعنا. عم نشتغل كل نوع السيرفيس يلي بتتعلق بالاوديو بنقدر نعمله. في أوضة تانية رح تكون ماسترينج، كانت تقريبا خلصت كمان. وعندنا سيرفيس لنعمل كل شيء اديتينج لأوديو فيديو للأونلاين، كل شيء للإنترنت. والشهر الجاي إن الله راد الجام روم اللي هي أكبر شيء رح تكون الأوضة الكبيرة اللي نسجل لايف. يعني باند عبالهم يعملوا ريهرسل ويخلصوا يتمرنوا يقدروا نسجل ألبوم كامل بنهار واحد. بس اسمك يعني جان ماري رياشي بلشنا نسمع فيه وصرنا عن جد من وراء قبل كانت الأغنية إذا بدك مهمشية من خلال مثلا إذا كان الشاعر أو اللحن، ما كانوا يقولوا مثلا خمسترد يمكن وائل كفوري عم بيغني، ما كانوا يقولوا كلمات وألحان. من بعد بدي دوب سنسمع بجان ماري رياشي وصار من بعد يقولوا كلمات وألحان وتوزيع. شو النقل اللي عم يجب؟ شوفي، انا دوري الشرقي اللي علمني شرقي توفى من فتره كثيره قصيره، استاذ ياسين العاشر هيدا شرقي كاس تبع صباح تحرير، وهيدا من اهم الموسيقيين الشرقيين بلبنان، هو اللي علمني المقامات الشرقيه. بعدين انا فتت على جامعه الكلاسيك لعملت فيزيكولوجي، اشتغلت بالكلاسيك، وانا كثير بحب الجاز، خليت كمان شغلي اشتغل بكثير بالبيانو جاز. يعني هالإكسبرينس اللي خلتني دق بالتفكير العالم ربطت عندي ثقافة موسيقية من جهتين، وأول مرة صار لي فرصة إني أعمل فيديو قدرت أعمل هالخلطة، إني أستعمل موسيقتنا آلاتنا أخلطها مع آلات اللي هي هيدي ثقافة ملك كل الناس. شو صار هي بالخلطة؟ انا هيدا الالبوم كان فكرة عندي انه من زمان عبالي اخوط الات شرقي مثل الابيان روك، مش حادر اسمه جميل، انا هي الفكره كلها باسم الغنيه. واول ما يرجع بعتقد رح هي تسجيل بس عندك او توزيعك او لا توزيع وتسجيل لحن رامي وسليم عساف مع بعض. ايه الفكره كثير كثير مهضومه. كمان خلصنا البوم، معظم الالبوم لانه في كمان يتسجل بمصر لارتست نفسيه اسمها شيماء هلالي، صوتها كثير كثير حلو. شيماء خرج تسترع كذا؟ تسترع كذا. ولأول مرة أنا عامل لحن خليجي، كلمات سهام وشعشع، اسمه رنية ولا يهمك، رنية بفتخر إني أنا عاملها، لأنه إذا كلام سهام شعشع بنقدر نتخيل شو. إيه أنا تعاملت مع سهام قبل بإنك تسمحوا لي.
بنعاني منها. أنا مثلا كان مرات عندنا أفكار جديدة معروضة على أفكار بعد فكرة مثلا، يعني على فنانين أسامي كبيرة ورمانة بخاف اليوم، مشان هيك بخلوا مجال لناس جديد يطلعوا، لأنه هالجديد ما عنده شي يخسره، بغني أغنية مميزة. إيه لما قلت لي بدي دوب لإليسا، بدي دوب لما عملناها ما كان في هاللون الموسيقى موجود، نحن عملنا هالنوع الموسيقى تميز. بالعكس ليش نجح؟ لأنه عملت لون موسيقى بتمنى لكم أيام سنة جديدة مثمرة، بتمنى على البلد. يعني هالوضع اللي عم يصير بالمنطقة عنا هيدي فرصة كبيرة للبنان نبرز ثقافتنا، لأنه بوقت غير عنده 200 غير مشاكل، نحن هلأ إجا وقت الفرد الشق الثقافي والفني المرتب، لأنه مش كل الموسيقى اللي عم تطلع من لبنان هي عم تعكس ثقافتنا للأسف. أنا كثير في موسيقات عم شوف عم تنتشر بيقولوا الأغنية اللبنانية، مش هيدي هي الأغنية اللبنانية، هيدي نوع من نوع الموسيقى، بس الأغنية اللبنانية أغنى وأغنى بكثير من اللي اليوم عم يربح الجوائز. مشاهدينا مثل ما شفتوا كان لقاءنا كثير مميز مع جمالي رياشي، بتمنى انه يكون نال اعجابكم. انا بلاقيكم الاسبوع المقبل بنفس الوقت، ضلوا بخير. مرحبا، طقس ربيع مستقر حيسيطر على لبنان بالايام الجايه، مناسب لمشاريع الويك اند الكثيره وخاصه اذا كانت برا او بالجبال. اما اليوم فنهضنا صافي الى غائم جزئيا وبيكفي على الحال بكره واول الاسبوع الجاي. اتجاه الهواء جنوبي غربي، الحرارة على الساحل بتتراوح بين 27 و 28 درجة، على الجبال بين 20 و 26، أما بداخل فبتتراوح بين 25 و 30 درجة. 4-3 هلأ هن بيعملوا جملة من غنية، انتو بتجمعوا بس يا ابن الأهل عشان تسمعيني وتبصي ورد عشان سندوتش مربى، مربى كتير من بتوع نعيم، حلو عملناها في البيت، اصل بابا كل موسم يتم يجيب لنا قفص، قفصين، عشان نعملها مربى، كل. مش عارفة زمان ما كنت شكلي كده خالص. أمال؟ لا، ده ماما بتقولي أنا كان شكلي زي ولاد الفرنساويين، الشعر الأصفر والعيون الزرق والبياض، كنت فرنساوي فرنساوي يعني. أمال إيه اللي بهدلك كده؟ جاتلي حمى شركية. ياه، بس انت في عيني حاجة تانية، انا شايفة شعرك اصفر وناعم وعينيك زرقاء ووقك زي خاتم سليمان. انتم عرفتوا اكتر شي بالميك اب، لانه السيرفيسز اكيد كتير منيح عندكم، بس موجودين بمحل تاني على طول. اللي بيعمل فرق بين انستيتيو وانستيتيو غير كاليتي السيرفيس هو الميك اب. عادة فيكم تستعملوه على القلي، وفيكم تتأكدوا من الملصق اذا ذاكرين السموكينج بوينت، وبتشوفوا ساعتها اذا